احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأراضي المقدسة بالرسامة الإنجيلية لابنها الشماس علاء بعير في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا بفلسطين، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه سيادة المدبر الرسولي رئيس الأساقفة بير باتيسيا باتسبالا، وبحضور عدد كبير من الكهنة والشمامسة والراهبات في فلسطين والأردن. التفاصيل في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. يبذل نفسه في سبيل أحبائه، هذا النداء استقر في قلب شاب وهب نفسه وذاته وحياته لخدمة الكنيسة. فقد احتفلت الكنيسة الكاثوليكية بالرسامة الشماسية الإنجيلية لابنها البار الشماس علاء سليم بعير في كنيسة سيدة البشارة في بيت جالا، حيث ترأس القداس المدبر الرسولي بيير باتيستا باتسابالا وبحضور عدد كبير من الكهنة في فلسطين والأردن، ورئيس المعهد الإكليريكي الأب الدكتور يعقوب رفيدي. ابتدأ القداس بدخول الموكب على أنغام تراتيل من الجوقة، وفي كلمة من المدبر الرسولي الذي شكر الله أولاً على نعمة الكهنوت للشباب والذين يكرسون أنفسهم لخدمة الرب. First of all, I'm happy because the church has a new deacon, new servant to the church. And we all in different way we have to serve the church, to love her, because in the church we find Jesus, which is our full joy. وبعد طلبة جميع القديسين، تم وضع يد المدبر على رأس الشماس، تلاها صلاة التكريس. وبعدها قام الإشبين الأب جمال خضر بتلبيسها البطرشيل والدلماتيكا، حيث امتلأت الكنيسة بأجواء من الفرح وزغاريت وتصفيق للشماس لحصوله على هذه الرتبة. ها هو الخادم الجديد علاء بعير الذي يستعد الآن لحصوله على رتبة الكهنوت المقدس، وهذه الفرحة للكنيسة وللعائلة وللمعهد الإكليريكي. هو خادم جديد في حقل الرب. وبعد القداس وبأجواء من الفرح سادت ساحات المعهد الإكليريكي، ومن ثم تم تقديم التهاني للشماس. هذه الدعوة هي صوت الرب داخل الإنسان، والشماس علاء وجد هذا الصوت في قلبه، والذي اتخذ الآية التي تقول يبذل نفسه في سبيل أحبائه. شعوري لا يوصف صراحة بهاي الأوقات، بهاي اللحظة الأولى اللي مباشر على القناة. شعور كثير حلو، شعور لا يوصف. قد ما راح أحكي ما راح أقدر أوصف هذا الشعور، اللي إحنا صرنا هلأ خادم للمسيح، وخدمة المسيح طلب مني الكثير، والعالم كله بنتظر الكهنة القديسين. فبطلب من ربنا أن يعطيني هاي النعمة حتى أكون قد هاي المسؤولية، وبطلب منكم الصلاة من أجلي. وكلمة للشباب، ما نخاف، نفتح قلوبنا للمسيح، نفتح قلوبنا، نفتح عيوننا، ما نتردد ولا لحظة للمسيح، لأنه المسيح بينتظرنا، المسيح بيحبنا، المسيح ما عمره بتخلى علينا. وبشكركم جميعا، بشكر كل الضيوف الحاضرين معنا، بشكر الأهل، بشكر أصدقاء، شكر لأهلي في الأردن اللي ما قدروش ييجوا، بشكرهم وبصلي لهم والجميع بصلاتي، وشكرا لكم نورسات، شكرا كثير. وإحنا كثير كثير مبسوطين، يعني جفنا كثير بتقدم كهنة للبطرقية. يعني إذا لاحظتوا اليوم كان في عنا على الهيكل 6 خوارنا من جفنا، فدائما إحنا سباقين لنقدم خوارنا للبلد. اليوم كانت فرحة عظيمة، وإن شاء الله دائما دائما ربنا بعطي مواهب للناس اللي تروح خوارنا ورهبات حتى يكثروا في الرعية ويكثروا في الرعاية ويؤدوا خدمة للرب. هذه السنة بفرحتنا بالشماس علاء بعير من مواليد الأردن، هو أصلاً من جفنا. الشباب اللي بعطوا حياتهم لخدمة ربنا، لخدمة الكنيسة ولخدمة شعب الله. هكذا الله أحب العالم، إنه بذل ابنه الوحيد. واليوم يوماً بعد يوم، سنة بعد سنة، الشباب ينتسبون وراء المسيح ويلتزمون هذه الطريق من أجل خلاص النفوس وخير العام في العالم. إحنا طبعاً بنفتخر بهذه الرسامة، ونحن فخورين جداً بعلاء، لأننا نؤمن بأن الرب يعطي أبنائه للعمل في حقله، اللي بحاجة طبعاً، حقل الرب بحاجة إلى عمله، لأنه الزرع كثير والعمل قليلون. لأنه فعلاً هذه الأرض بالرغم من أنه ولد فيها رسول السلام، إلى أحوج ما تكون إلى السلام. وكشاب يتخذ هيك خطوة، هو جرأة في عالم اليوم اللي يتوجه نوعا ما أكثر إلى هذه الدنيا.
فهو مثال أمامنا دائما بذكرنا إحنا ككهنة، وأيضا يدعو الشباب من لهم الرغبة في التكريس وسر الكهنوت أن يلبوا النداء وبكل شجاعة، لأن الله دائما هو الأكرم، الله دائما هو الأجمل، والسعادة الحقيقية هي فعلا عنده. للنورسات مارلين الحدوة من المعهد الكليريكي بيت جالة.